إثر حادث تعرض رجل أعمال إماراتي للعنف من قبل الشرطة الأمريكية، استدعت الإمارات العربية المتحدة نائب السفيرة الأمريكية احتجاجا على ما وصفته بالتعامل التعسفي لشرطة ولاية أوهايو مع المواطن الإماراتي أحمد المنهالي، ونصحت دولة الإمارات رعاياها بعدم ارتداء اللباس التقليدي المعروف بالكندورة خلال سفرهم إلى الخارج. وقد طرحت الشرطة المنهالي أرضا وكبلت يديه وقامت بتفتيشه قبل أن يغمى عليه، ولم يستعد وعيه إلا في المستشفى. لا يجدر بأي أحد من أفراد الشرطة فعل ذلك، لم يكن هذا القصد من فعل ضباطنا. ما حدث لك ظروف مؤسفة ولا يجب أن توضع بمثل هذا الموقف الذي وضعت فيه. وكانت شرطة إيفون في كليفلاند اعتقلت رجل الأعمال المنهالي إثر تلقيها بلاغا من موظفة استقبال في الفندق الذي ينزل فيه، بعدما سمعته يتحدث بهاتفه ورأته يرتدي زيا تقليديا فاعتبرته جهاديا في تنظيم داعش.